صورتش، اللي صور جاك نديها مسكينه، اللي صور جاك نديها كنقول لها كنمهمش فهمجينا اخويا. اتروفي اخويا اتروفي يا مدة السنين ونص اخويا وانا كنعاني، مدة السنين ونص وانا كنعاني اخويا، والله ما نكذب عليك، شتت ولادي شتت مرجي شتت كل شيء اخويا. اساس ولدي ما بقاش عندي ولا فيا مرض نفسي انا ما درتش. السلام عليكم خويا، السمية ديالك؟ حركاش خالد اخويا. عاودني المشكل ديالك قلتي لي. المشكل اخويا المشكل اخويا دابا المرة دوزت معايا لمدة عام فهمتيني اخويا. دوزت معايا مدة عام، قالت لي انا غنمشي لدارنا غنمشي نسافر فهمتيني اخويا، قالت لي غنمشي نسافر زيت مع هذيك الحوايج تمينا غادي مشينا بحال ما هكا، مشات سافرات رجعت للدار. اش غنقول لك؟ تقلب باش تفاي، ما بقايش كنضحك، ما بقايش كنلعب، ما بقايش كندير والو، ما بقايش كندور، ما باغي نخدم، ما باغي ندير والو فهمتيني. ما بقايش باغي نخدم، ما بقايش باغي ندير والو، وليت مريح في الدار فهمتي، اللي دوي معايا كاعي، وليت غادي وكنضعف فهمتيني اخويا. حد الان حد الان هادشي الحاله ديالي كيما دايره كيما كلشي دابا فهمتيني، وليت باغي نريح، وليت باغي غادي فين ما كنت تما جاي عندي المراه كتقول لي مسكينه والله ما درت لك حاجه خالد، كنقول لها شوف يا بنت الناس انت اللي درتي لي وانت اللي فعلتي لي، وكنبدا ندقدق فيها ومدن فهمتيني اخويا، كنبدا نقشل فيها. هادشي بسبب اش؟ بدا اسباب السحر اخويا. والسحر هذا كيفاش ترشوا كيفاش دايروا لك؟ اش سمعنا انا دابا غندوي معاك من الاول فهمتي. بحال ما هكا وليت كنقول لها هادشي اللي درتي لي، هادشي اللي فعلتي لي، هادشي اللي تركتي لي، هادشي اللي درتي لي السحر، هادشي اللي هادي تي وكلتيني فهمتيني. كندور نضرب فيها وندقدق فيها، وهي مسكينه تما جايه كتقول لي خالد والله ما درت لك حاجه، والله ما درت لك حاجه، والله ما درت لك حاجه. كنقول لها هادشي اللي درتي لي بحال ما هكا، كتقول لي خالد والله ما درت لك حاجه. صافي رجعت بحال ما هكا، واحد النهار ياش ديت خدام في المرسى بحال ما كندبر على راسي، دبرت واحد 200 درهم اش قلت؟ ركبت على الموطور ديالي قلت انا غنمشي عند واحد الراقي في حي الحسن غنمشي بحال ما هكا. بدا كيقرا عليا بحال ما هو اللي شخص الحاله ديال بان هذاك الساحر المرشوش هادي فهمتيني، مرشوش حدا الباب. دابا فين ما كنبغي ندخل للدار ديالنا كتولي الدار ولات كتبان لي كحله. دابا انت تخطيتي داك السحر، تخطيتي هذاك السحو. دابا ملي كيجبد لها الساحر السحر اللي الساحر اللي كان ترش قدام الباب ماشي مقصود لك انت؟ لا ماشي مقصود لي انا، مقصود لوحدين اخرين اخويا. ولكن انت تخطيتي. انا تخطيتش ومقصود لوحدين اخرين اخويا داك الساحر فهمتيني. هذوك الوحدين اخرين اساس هما عندهم الفلوس فهمتيني اخويا، اساسهم ما عندهم الفلوس باش يجي كي راجل كيجيب الراقي يجيب هادي رقي رقي فهمتيك، رقي دارهم يرقي هادي، اساسهم ما عندهم الفلوس. انا لا، انا غادي وكنهس، غادي وكنضعف، غادي وكنضعف، بقيت غادي نهار على نهار كنضعف كنموش، وهما كيشوفوا داك الشيء كلشي على عينيهم وعارفين بان هذيك الفلانه هي اللي دارت لهم السحر فهمتيني اخويا. ماشي يقول لي تعالى ود ود فلان تعالى اخويا راه تشا ولد خويا هادي راه غندير لك غنفعل لك غنجيب لك تراقي رقيك هادي، لا خلاو داك الشيء فهمتيني، خلاوني كنموت نهار على نهار. حتى واحد النهار صورت كما قلت لك هذاك في المرسى، صورت لك 200 درهم مشيت عند هذاك الراقي في حي الحسني، بدا كيقرا عليه ولي شخص الحاله ديالي، شخص الحاله ديالي بان هذاك السحر مرشوش ماشي ماكول، مرشوش هذاك الرش مرشوش في شي مدير في بلاصه في العشبه في العشبه بحال ما هكا ني مرشوش في جنب ديال العشبه بحال ما هكا. اش غنقول لك اخويا؟ تقلبت السفايا على علاه، كنت خالد كيدبر على راسو، معيش عائلتو، معيش امي مسكينه نكذب عليك الله يعطيني العذاب اخويا. اللي صورت اللي صورت جاك ندي لها مسكينه، اللي صورت جاك ندي لها كنقول لها كامي مش فهمتيني اخويا. اتروفي اخويا اتروفي مدة السنين ونص اخويا وانا كنعاني، مدة السنين ونص وانا كنعاني اخويا، والله ما نكذب عليك، شتت ولادي شتت مرجي شتت كل شيء اخويا. شحال عندك ديال الاولاد؟ عندي واحد اخويا سميتو اسلام، عرق اسلام فهمتيني اخويا. ما عطوا لي قلت لك دابا شحال عنده ما تشيقنيش، عنده خمس شهور خمس سنين خمس سنين اخويا، مدة ملي كانش عنده عام ملي كانش عنده عام داش امو يلا جابتو لي على خمس سنين، نهار ما بقايتش باغي نخدم، ما بقايتش باغي نردم، ما بقايتش باغي ندير والو، شداش وجابش لي اخويا عدو. دابا شكون عدو شي 4 سنين ونص طالع في 5 سنين ودابا ما كيقرا ما والو اخويا ما كي دابا حاطو في الحمدانية باش ندير لي جنب الحمدانية ديالو وندخلو جاوي يقرا مع الوليدات وهادي ونفرح جانا بولدي. لا ما خلاونيش نفرح بولدي اخويا، نكذب عليك الله يعطيني العمه اخويا، ما خلاونيش نفرح جانا بولدي. وما علاش نهار تزاد مسكين
زيانت لي الحياه فهمتيني اخويا. وليت واحد اخر ما بقاش حركه، ما بقى باغي يجبد للصداع حركه، ما بقى باغي يتشمكر حركه، ما بقى باغي ياكل الفاني حركه، ما بقى باغي يكمل الحشيش. كلشي كنت كنديرو. قلت انا درت قلت انا ندير هذاك الوليد مسكين. انا شفتو اش غنقول لك، شفت الجنه اخويا. انا صافي شفتو وانا كلشي حيدتو. كنت كنتقرقب ناكل الفاني، تشمكر السيليسيون وندير اي حاجه وندخل الدرب بحال ما داير والو فهمتيني اخويا. ما نهار داروا داك الشيء تقلبت السفايا على عليه، ما بقاش شريك خالد اللي كنت كتعرف، ما بقاش ديك الضحك اللي كان اخويا. ولكن هذا السحر هذا اخويا باش نسولك، السحر لمن كان طرش خويا، طرش شي وحدين ساكنين معانا اخويا. ترش واركبهم كاملين اخويا، ركب الدار كامله اخويا. امي مسكينه الدراجه اخويا، نكذب عليك الله يعطيني العمى بعزز عزز رجليها مسكينه، مابقاش كتزيد بهم والله ما نكذب عليك. والخواد الكبير مسكين كذلك، انا الدريجه اخويا الدريجه. ما بقيتيش كتبغي تمشي تدخل للدار؟ لا ما بقيتش باغي فهمتيني اخويا، ما بقاش اخويا ما بقاش باغي نمشي للدار لا والو، ولا الدار ولات كتبان لي بحال شي دار ما اخويا. انا دابا اللي كنت باغي ندخل للدار، قلت لك اخويا واحد الحاجه ما تشيقنيش اخويا. الله يطيرني على ديك الله يطير عليا ديك الميمة اخويا. قول لي علاش خرج جبت في الزنقه؟ عاد قول لي علاش جبت على قبل الوالده مسكين، كنت جبت ليها في الصداع اخويا. فين ما كنت تشم جاي بحال ما هكا، اش كنقول فين ما كنت تشم جاي بحال ما هكا، كندوز من حدا الزنقه كيبان لي شي وحدين كنبدا نعاير فيه. فين ما كنخرج الزنقه ولاش كنعرف بنادم، الدريه اللي بانت لي اخويا في الشارع عندها نعاير فيها اخويا. نكذب عليك الله يعطيني واحد الشيت اخويا لا يوصلني لدارنا الدريه. انا دابا كنوصل هذا الميساج اخويا، دابا هذا الميساج انا من صونيتي، لمن كتوصل هذا الميساج كنوصلو لبنادم كامل اخويا. الدمار اخويا، الدمار اخويا. كيبان لك هذا الشيء ديال السحر اش كيبان لك؟ مني دابا شنو هو دابا المعنى من هذا السحر هذا اش كيبان لك فيه؟ الدمار دمار اخويا. شفتي هذاك الشيء وتعدى عليه بنادم انا سبب الدمار. انا كاد صح شي قداش وليت كنسمع في حقي بنادم اللي كان عاير كنقول لي الله يرحم الوالدين ونزيد بحال هكا. ما بقايش كنخدم لا كنت كنبيع ونشري خضره. تعرفات عليا هاد المراه هادي، تعرفات عليا في اساس كاش مسكينه كتجي تقدا وكذا وهادي، تعرفت انا وياها صافي. هي كتكون تشاونات فهمتي، تعرفت انا وياها فهمتي بحال ما هكا صافي. انا عجبت هي عجبها، قلت لها صافي عاين ما كاين، ودرنا الكاغط درنا هي فتزاد عاد ديال ديك الوليد صافي. بدات تزيان الحياه، بدات كتزيان الحياه، بدينا كنخدم مرات بوعيره نخشي راسي في الطوار وفهمتيني يا خويا باش نجيب لهذاك الدري. بعد مرات بعد مرات كيشرب عاد ديال الحليب، الحليب نيدو راك عارف 1600 ريال اخويا كل يوم باساس ما قرب يسالي لي والخضره ما فيها والو. قول لي اش كندير؟ كنخشي راسي في الطوار اخويا، كنبوع نجيب لولدي باش ياكل مسكين ما يبقاش بالجوع فهمتيني. اي واحد راه مجرب الكبده وعارف بأساس انا مرات بحال ما هكاك مرات تخطيش داك الشيء ديال السعر بأساس ولدي مشى عليا وادي ولا فيا مرض نفساني اخويا. اخويا نكذب عليك الله يعطيني واحد الشيء زباله ديال الدواياج نوريها لك اخويا، تمشي معايا للدار كاع نوريك زباله ديال الدواياج اخويا، ديال الكواغط ديال الدواء حليل ديال اي لعب وبقى غادي في هذا الشيء اخويا فهمتيني. اساس داش ولدي وما بقاش حدايا، وادي كل غير ولدي حدايا وادي غيعاود. كان المشاهدين هذا الجزء الاول، الجزء الثاني ستجدونه على صفحتكم امبي لايف.